السيارة اللي تقلبات مشاهدينا الكرام في الأثناء، السيارة اللي تقلبات. السلام عليكم. الحمد لله ما وقع لك والو. في الأثناء كاين العناصر الأمنية، جوج ديال السيارات ديال النجدة. إذن مشاهدينا كيف ما كتشاهدوا، كيف ما كتشاهدوا السيارة ديال من هادي؟ راه 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 هو راه السيد راه مجلاب مجلاب. لأن حادثة سير خطيرة مشاهدينا الكرام، حادثة سير خطيرة، انحراف سيارة على طريق، انحراف عليها مشاهدينا. سيارة مشاهدينا الكرام تقلبات، شاهدوا معنا الله يحضر السلامة. الله يحضر السلامة مشاهدينا الكرام، حادثة سير جد خطيرة صراحة، حادثة سير خطيرة 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 جدا. شاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، شاهدوا معنا. في هذه الأثناء العناصر الأمنية كيحاولوا أنهم يوقفوا شوية الحركة ديال السير باش تولي بطيئة نوعا ما. هذا الجهاد عقلاني قام به ضابط الشرطة اللي جا مع سيارة النجدة، كيحاول أنه يتقل شوية العجلة ديال طريق السير، أن كاينة سيارة وسط الطريق تقدر تشكل خطورة وتقدر تشكل حادثة أخرى. مشاهدينا السيارة منحرفة في الطريق، العجلة مرمية هنا، وفي نفس الوقت مشاهدينا الكرام انحراف احد السيارات والوضعيه غير سليمه. العجله ديال هذه السياره اذا مقلوبه، شاهدوا انها كيف الوضعيه في حاجه لها. اذا غادي كذلك سيارات النجده، جوج ديال سيارات النجده ومصلحه حوادث السير. غادي نكتفيو بهذا القدر على امل نلقاكم في فيديو اخر. الى اللقاء.